حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر بيولوجي كبير يهدد السودان، الذي يشهد صراعا مستمرا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك بعد سيطرة أحد طرفي الصراع على مختبر. وقال ممثل المنظمة في السودان إن المختبر يحتوي على عينات مسببة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال. وأشارت المنظمة إلى أن المعارك الدائرة في السودان أدت إلى مقتل 459 شخصاً وإصابة 4072 بجروح.